خلونا نبلش القراءة. قبل ما بلش القراءة إذا أنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. بداية برج الحمل نبلش بطاقتك العامة خلال هذه الفترة. برج الحمل هاي الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية، على الأغلب أنا أشوف هي طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية. بالفترة الحالية برج الحمل أشوف أنه أنت ممكن تكون منعزل، يعني منغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب إحباطات مريت بها بالماضي. أنت مثل ما قلت لك هنا أنت منعزل، أنت بطاقة الهرمت طالع، أنت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن، أو حتى تراجع علاقة أنت مريت بها بالسابق. عندك نوعا ما زعل، أشوف أنه ممكن أو راح نوضحها أكثر بالقراءة العاطفية، بس بداية يعني أكو عندك زعل من شخص. هذا الشخص أشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول أنه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة، بس قاعد أشوف أنه أنت غالق عليه تقريبا كل الطرق ومراي تنطيه فرصة ثانية ومنعزل عنه تماما، لأن أكو زعل صاير بيناتكم، زعل كبير. أما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك، اكو شخص هنا دا يحس شعور انه هو بالخسارة بالفقدان، عدم الثقة بالنفس. هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله مسيطر عليه خلال الفترة السابقة، وهذا الشيء خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك، هذا الشيء خلاه يخسرك تماما. هو دا يحس باحساس الفقدان الاحتياج العاطفي، نفس الوقت قاعد أشوف أنه كانت عنده شكوك بباله أو مشاكل، أو ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص، بس الفترة الحالية قاعد أشوف عنده تحرر، تحرر من أفكار سلبية، تحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفسه الفترة السابقة، وحاليا بلش يحس بخسارتك. هو ندمان دا يحس أنه هو فقد شيء، يعني شلون أقول لك، انت مو ما كنت شيء بسيط بحياته. هو اكتشف هذا الشيء متاخر بعد ما انت انسحبت من العلاقه وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر. فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتذار من عنده بالفتره الحاليه. هاي جينا على طاقتك العامه حاليا. خلي نبلش القراءة. على الصعيد العملي أشوفك يا برج الحمل، على الصعيد العملي والصعيد المادي أكو عندك أمور هواية معلقة واقفة مكانها، ما قاعد تتحرك، تحس أنه شغلك ما قاعد يتقدم، قاعد يتراجع بالعكس إلى الوراء. عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي. البعض من عندكم أشوف ممكن أنه أنت كنت منتظر أو حاليا أنت منتظر تواصل يخص أمور معرقلة صار لها فترة طويلة. أكو عندك أما خبر منتظرة أو شغل متعرقل صار لفترة، هذا الخبر ما قاعد يوصلك، وأكو تأخيرات وإحباطات مأثرة عليك هاي الفترة. أشوف ممكن أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر السادس، يعني هذا الشهر اللي إحنا به، أكو تواصل سريع راح يوصلك، ممكن يكون يوم 8 بالشهر. التواصل راح يكون يخص وضع مادي. ايضا البعض من عندكم اشوف انه هو ممكن داخل بشراكات، بس هاي الشراكه اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما، اكو تلاعب شويه، احس اكو كذب من ناحيه شخص موجود وياك بالعمل نفسه، او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر، هو نوعا ما صار لفتره مختفي وما منطيك خبر ولا شلون بنقول يعني شارح لك انه العمل وين قاعد يتقدم. هاي للناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي. فاشوف اكو بعض التاخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفتره، بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شويه تتحرك، خاصه الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظره خبر من شخص بالخارج. اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك، للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل للعراق، او انه حتى مو شرط العراق، سواء كنت انت باي دولة. بدا اشوف اكو تأخيرات على صعيد عملي، منتظر خبر من شخص من الخارج، الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني. هسه انتهينا من الوضع العملي، شرحناه بصورة سريعة. خلي
نحول على الوضع الصحي. الوضع الصحي أشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا أسبوعين أو شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة. أشوف أنه أنت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع، عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين أو منطقة الرأس بصورة عامة، الجبين وأعلى. ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطي اهتمام. والبعض الثاني أشوف أنه التفكير والحالة النفسية اللي أنت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي بصورة كبيرة، خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل أو مشاكل حتى مادية. خلال هاي الفترة اللي دنمر بها الأمور كلها متعرقلة، فأشوف هذا التعب النفسي قاعد يترجم بصورة جسدية عليك، فعندك تعب من شدة التفكير، تفكيرك هواية هواية قاعد تفكر بهاي الفترة. فهذا الشيء مخليك ممكن أول أسبوعين راح تعاني من آلام بالرأس سواء كان صداع أو حتى آلام تخص منطقة العينين بصورة عامة. عموما ما أشوف أنه أكو وضع يخوف، إن شاء الله تعدي على خير. ممكن أنت تراجع، تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب إذا كانت عندك مشاكل بالأماكن اللي قلت لك عليها. بالنسبة للأوضاع العائلية، طبعا الأوضاع العائلية قاعد أشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة 4 شهور أو 3 شهور، نقول 4 شهور بصورة عامة، أكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير، خاصة الناس اللي متزوجين أشوفوا عندهم مشاكل صار لهم فترة 4 شهور. أكو نوع من الإحباط، أكو شخص زعلان من عندك أو أنت حتى زعلان منه، لأن أكو طاقة زعل عند برج الحمل خلال هاي الفترة. فأشوف أكو مصالحات، أشوف الأمور راح ترجع تدور لصالحك. هنا طلعت الويل أوف فورتشن بالأوراق العامة، وأيضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة. فعجلة الحظ قاعد تدور وياك خلال هاي الفترة. أكو صلح، أكو أمور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية، يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله أكو أمور هواية راح تبلش تتحرك. عجلة الحظ وياك، يعني أكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة لك حاليا تساعدك وتسهل عليك أمورك، خاصة على الصعيد العائلي. بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل أو حتى بينهم زعل انفصال، أشوف الأمور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية، العجلة راح ترجع تدور بيكم. والناس اللي عندها زعل أو مشاكل بالبيت، أشوف أكو فترة راح تمر، فترة هدوء تكون وبها فترة صلح أيضا. أما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا 90% من اللي دا يشوفون البرج حاليا هم دا يشوفوه على مدى الصعيد العاطفي، إذا تحبون أسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج اكتبوا لي بخانة التعليقات، وإذا شفت أنه أنتوا رايدين هذا الشيء راح أبدي أنزل لكم الأبراج بس على الصعيد العاطفي فقط، لأن أكو ناس ما يهمها الصعيد العملي، اللي يهمها كله هو الصعيد العاطفي. عموما الصعيد على الصعيد العاطفي البرج الحمل، اشوفك يا برج الحمل انت بالفتره الحاليه قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما، انه انت ما مهتم، انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل، بس انت بداخلك منهار تماما. يعني انت اللي يشوفك من برا يحس انه انت انسان ما مهتم، ما عندك اي مشاكل. الوضع اللي انت بيه حاليا مهمك، او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك، أو حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك أساسا، بس أنت بالحقيقة البرج المنهار. قاعد أشوف أنه أنت بفترة مراقبة حاليا، فترة انتظار، ودا تحاول تبين قوي. يعني أنت اللي يشوفك بالوجه يقول أنه أنت الكينج أوف ووند، ملك العصي أو ملك النار، بس أنت بداخلك البرج المنهار، The Tower. فأشوف أنه أنت حاليا ممكن كشفت سر، لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا، او حتى اللي انفصلت عنه صار لك فترة وهذا الشيء خلاك تنهد. او ممكن تكون اكو اشخاص دخلوا اطراف خارجية دخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة. اشوف اكو اقنعة هواية انزالت من على الوجوه، وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم شنو، وانت مثل اللي احسك هنا قاعد تقول لي هاي الورقة انه انا بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني، صرت اعرف الناس، صرت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس، لان انت هنا أنا طالع من صدمة كلش كبيرة. هاي التور مو صدمة طبيعية، صدمة كبيرة، بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة مجرر كانت. ف
ف99% هي تتحقق. هاي اولا. ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بيد الانسان، رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك، لان اكو بعدها وضع احسن، اكو تغييرات شاملة، يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درس كان لازم تاخذه انت اخذته، والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية. فهذا الانفصال اللي صار او حتى الشخص اللي كشفته انت على حقيقتك كان لازم يصير، رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشيء ينكشف وراح يكون لصالحك. اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه، قاعد اشوف انه هذا الشخص عنده مشاعر اتجاهك، هو اكو حب بيناتكم والحب موجود، وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك، ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا، لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شوية من التواصل، بس راح ياخذ القرار انه هو يرجع يتواصل وياك. البعض منكم هذا الشخص تواصل وحاول يعتذر، بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد، يعني هو مراقبك من بعيد حاليا، مراقبك ويحلم بيك حتى، او انت ممكن قاعد تحلم بيه. اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي، ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه. انت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص، لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنا هو دا يحاول انه يعتذر، هو جاي واقف منتظر اشارة منك، منتظر خطوة. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي، انت منفصل عنه سابقا، وهو هسه دا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية، بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة، او انه هذا الشخص سابقا تعبك هواية، فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية. هسه بما انه قرينا طاقتك وطاقة الشريك، خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر. طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك، انت عندك نوع ما ملل، انت العلاقة هذه ممكن كان بها تلاعب، لان هنا عندي ورقتين طلعت لي نفس هي ورقة الساحر، يعني هنا ماجيشن، شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة، طلعت الورقة نفسها، فده تقولي انه اني بنفس المعنى طالع. ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة، وانت كشفت هذا التلاعب. ممكن تكون الأغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة، يعني شغلة إخلاص أو وفاء بصورة عامة. فاللي أشوفه أنه تعرضت أنت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص، خداع، أو حتى البعض من عندكم تعرض الخيانة، خاصة إذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء أو برج السرطان والعقرب، هنا عندي برج الثور حتى ما أنسى الأبراج، برج الحوت أيضا موجود هنا، أكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك، وبرج الثور طالع مرتين والأسد. فاللي قاعد أشوفه أنه هذا شخص مثل ما قلت لك هو سابقا خدعك، أكو كان عنده نوعا ما خداع. بالفترة الحالية أنت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا شخص سبب لك إياه، أنت ما أخذ رست، أنت الطاقة العامة إليك أشوف أكو تباعد، أنت حاليا منغلق على نفسك، قاعد تراجع الأشياء اللي مريت بها سابقا، وأنت فعلا محتاج هذا الرست. أنا هسه ما أقول لك أخذ خطوة أنه أنت ترجع لهذا الشخص، لأن أنت محتاج رست، أنت فعلا محتاج هنا رست، محتاج تستعيد توازنك، لأن أشوف توازنك تقريبا مختل. أنت هاي العلاقة سابقا ممكن كنت هواية تحاول تحافظ عليها، لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص أنه أنت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة. اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما، تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة، لان هنا عندك ورقة الدث موجودة. فانت ده تحس انه انت محتاج تغيير جذري، ده تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وإن كانت موجودة عندك، ولا هنا دا أشوفه كان إنه أنت دا تحاول تتجاهل مشاعرك، أنت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك اتجاه هذا الشخص، أو حتى اتجاه العلاقات بصورة عامة. أنت مو عاطفي، يعني دا تحاول تفكر بعقلك، وهذا الشيء مخليك تتخلى عن مشاعرك بصورة عامة حاليا. هذا الشخص حاليا هو مستعد إنه يبذل أقصى مجهود في سبيل أنه يرجع العلاقة اللي بيناتكم، لأنه هذا الشخص من بعد ما أنت مثل ما قلت لك، بعد ما حس أنه هو خسرك تماما حس بقيمتك. أكو ناس ما تحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها إلا إذا فقدته، فأنت الظاهر يعني قطعت تماما وياه وقطعت التواصل،
هو وصل مرحلة الفقدان. من وصل مرحلة الفقدان حسب قيمتك وهسه دا يحاول انه هو يرجع العلاقة، هو مستعد انه يبذل اقصى مجهود. هنا ورقة زشاريت ايضا برج السرطان طلع عندنا مرتين، فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان، او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا راح يبذل اقصى مجهود، دا يفكر انه هو يبذل اقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما. يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انت وياه. بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما التسرع، هو متسرع شوية بتصرفاته، ممكن عصبي زيادة عن اللزوم، وممكن اخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بناء، صار اكو تجريح بالكلام، لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص. وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة، لانه هاي الطاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار، مو صدمة عادية، اكو صدمة كبيرة صارت. فممكن يكون هذا الشخص، ها على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب، اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب ايضا، فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر، او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام بيناتكم، التواصل ما كان بناء بينكم اخر تواصل. فلهالسبب هو دا يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله، لان حس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد. عموما انا اشوف انه هو راح يبذل مجهود، البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة، مثل راح يقول لك انه احنا خلي نرجع، ما نرجع بعلاقة، خلي نرسم العلاقة، نحاول انه نرسم علاقتنا، او حتى انه نقوي العلاقة اللي موجودة. بس انت قاعد اشوف ما عند انت دا تحس بملل، انت رافض اعتذار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا، او ممكن نقول انت مو رافض وانما محبط، فما تريد تنطي اجابة حاليا لها سبب، انت منعزل، ما تريد انه هو شلون تقول له انه كل شيء انتهى تماما، بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع، فمخليه مثل اللي متعلق، لا هو طايل سما ولا هو طايل قاع، وهو يستاهل على فكرة ما دام مزعلك. فالمهم يعني اللي اشوفه انه هذا الشخص راح يرجع، الناس اللي منتظره رجوع من شخص من الماضي من برج السرطان او برج العقرب، برج الجوزاء، الدلو، برج الثور.